بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال بظفاري يحييكم في مقطع جديد، مقاطع تعلم مع جمال. طبعا راح أعطيكم نصيحة اليوم إن شاء الله. بعض الفنيين أمانة يحاول أن يشحن المركبة في مكان حار زين أو في طقس حار جدا. تلاحظون هذه المروحة عندي اشتريتها من زمان صراحة، واستخدمها لهذه الأمور. إنزين يجب عليك يا حبيبي يا فني، إنزين إذا جاي تشحن، إنزين حاول إنك تشحن في المساء خاصة وقت الصيف، لا تشحن في الظهيرة ولا توقف السيارة في الشمس، وحاول إن تكون درجة الحرارة اللي أنت تشحن عليها يعني تحت 30 صراحة. أفضل إنه يكون يعني 35 وتحت، يعني لو كانت بعد 27 28 راح يكون جيد أمانة يعني زين، لأن من الخطأ الله يحفظكم إنك تشحن في طقس حار ومنطقة أو مكان حار. يعني بعض الفنيين يشحن في الشمس بدون ظلة. زين خلنا شاغل لكم اللود، طبعا جالس أشيك على السيارة. زين وايضا اشيك على الضغوط، عندي شوي الغاز ناقص. هذا لازم يكون عشرة يعني على 25 27 راح يكون جيد صراحة. تحت شوي هذا زين، الضغط العالي ايضا يجب ان يكون تقريبا الحين على هذا الوضع في درجة الحرارة هذه، على الاقل يعني يكون في حدود 210 220. عندي الغاز ناقص شوي لكن الامور طيبة. درجة البرودة موجودة. درجات هذه 6.5 5.5 تقريبا. زين امورنا طيبة زين، ولكن يعني الار بي ام ايضا يجب يكون على 1.25 زين. شوف لك طريقة جمال مسوي له عصا، الار بي ام على 1 فوق 1.25 زين. فقط هذا اللي حبيت أخبركم، حاولوا أنكم تشحنون أو تفحصون في مكان بارد، درجات الحرارة منخفضة. أيضا راح أصب الماي الحين، راح أحاول أنزلها أشوف زين. طبعا هذا مكيف صحراوي كبير عندي اشتريته من إيس زين، يساعدني. راح أحط له ماي وأشوف كم راح ينزل معاي أو تنزل درجة الحرارة، راح تلاحظون أن الضغط ممكن أيضا راح ينخفض. أيضا راح أخذ قياس الحرارة صراحة داخل المركبة أشوف 37 زين، راح نحاول ننزلها. طبعا فقط ابلل هذا الشبك الورق الخارجي زين، الحين راح اعبيه ماي. راح تلاحظون درجة الحرارة راح Thank you.
راح اشحن شوي فقط وصلها لغايه ال 25 فوق ال 25 شوي زين اثناء عمل بالضغط. حاليا الضغط تقريبا تحت ال 25 اوصلها فوق ال 25 تقريبا. شوي باقي شوي فقط مرة واحدة فقط راح نفتح الحين وصل تقريبا 25 PSI راح افتح مرة واحدة ايضا اذا اشتغل الضغط ضغط جيد على الخارج ايضا على الراجع ارتفع شوي من 80 ممكن ايضا نحاول راح اكتفي بهالكمية 180 تقريبا PSI على الخارج الحين راح ابند راح تشوفون كم راح يوصل الضغط زين ايضا الحرارة تشوفونها كم راح توصل
زين، هذه كانت نصيحتي لكم. زين، لا تحاولوا تشحنون في مكان حار وقت الظهيرة، حاولوا انكم تختارون مكان بارد، زين، تهوية جيدة، زين، للشحن ولضمان العملية بشكل سليم. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وتابع إعجاب وأيضا نشره مع أحبابكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.